أجل المسرحيات. محمد الحبيب، نطلب منك باش تحدثنا على تطور مشاركة المرأة في المسرح التونسي. في الحقيقة المرأة بالنسبة مشاركتها في المسرح وتطورها كتطورها في المجتمع التونسي، كانت المرأة التونسية قابعة في ركن البيت، ما تتعلمش، ولهذا في الطور الأول المسرح التونسي كانت المرأة اللي شاركت في المسرح نحفظوها الأدوار بالملة، ما تعرفش تقرأ وتكتب، ما تحسنش حتى الكلام اللي تقوله، ما تفهمش نفس الكلام، نتعبوا حتى في تلقينها أدوارها. ثم جاء طور ثاني وهو طور ما بعد الحرب الأولى، توجدت ممثلات تحسن القراءة والكتابة وتحسن الفهم، بل ترقات بعض ممثلات وكونت فرق وصارت عندها ذوق في انتخاب حتى الروايات، كيف فضيلة ختمي أحدثت فرقة، كيف وسيلة صبري كونت فرقة، كيف شافية رشدي كونت فرقة. ثم جاء طور ثالث، دخلت المرأة لقراءة التمثيل وتلقنه حسب أصوله في مدرسة التمثيل. الطور الثالث وهو الطور اللي تعلمت فيه المرأة وتلقنت مبادئ المسرح وعرفت فنون المسرح وشاركت مشاركة فعلية للممثل، بل نبغت كثيرات وصارت ند حقيقي للممثل الرجل، ونبغت كثيرات ورينا من الممثلات اللي نبغوا، وبالأخص ذوات ذوق مرهف وعاطفة ظهرت منهم، اقتدار غريب على تجسيم عاطفتهم في الأداء، وبالأخص كثيرات من ما فيش فايدة باش نسميهم لأن معروفين وشهرتهم سواء في القديم أو في الحديث، سواء في خدموا في جميع أنواع مسرح الأوبيرات ومسرح الأوبيرا وفي الكوميدي وفي الدرام وفي التراجيدي، جميع أنواع المسرح طرقناها وشاركت فيها المرأة، ونبغت فيها ممثلات كثيرات تونسيات، بل بعض منهم وصلوا لدرجة الممثلات الأوروبيات، وربما في بعض الأحيان تفوقت كثيرات منهم. إن هذه أول مرة من سنة 44 أجلس فيها للتحدث عن المسرح وعن الفن المسرحي ولم يكن بجانبي محمد الحبيب. في سنة 44 وقعت حملة صحفية حول التمثيل باللغة الفصحى أو باللهجة الدارجة، شارك فيها كثير من الكتاب ومن الممثلين ومن قادة الفكر إذاك، ومن بينهم من هو بجانب الآن عميد الصحافة الهادي العبيدي. فكنت من أنصار اللغة العربية ومقدت وشتمت، والحق يقال، من كان نصيرا للهجة الدارجة. أنا الباس السوري كل وقت بالباس، أي الباس بيت النوم بالباس، بس الدار بالباس وحده، بس الشارع وحده، والباس الصاريات والحفلات وحده. هذا يا خيتي امرأة باش تتحدى يلزم الكسوة للتصديرة، باهي والله هذه بدعة جديدة، ولا الرجال يتحضروا كيف نسى. ما زالت لوزن تسمع، مادامكم متابعين لها السوري مادامكم ماكمش ربحي. يا نانا انداتي الكل عملوا كسوة الأكساوي للعرس، وانا نطلع وحدي هكا مقهور. عاد كيف ولاو الرجال يتحضروا كيف نسى، حقهم يعملوا حانوت ذكر تبادل للتصديرة باش كل حد يلقى على قد جرمه. مش لازم نمشي العرس، ما نقعدش لحظة يا صندادي، فما العدو فما صديق. يا كبدي بوك تعرفه، ما نحكي لكش عليه، ما يخرج الصور دي لا بشدة وعزيمة.
دبر عليا. ما ندبرش. شريكي في مكتوبي. ما نجي شريك. عاقل مني. ما نجيش عاقل. يلا تقرش. يلا. شكون هو سي حليلة؟ شنو هو؟ شكون هو؟ تي وحدك راسي. يا ابني الهولي. اعطيته حق الكرز. ما حبش يحب اكثر. ما بزيتش اكثر من هذا. ما يستقنعوش غريبة. واحد يقعد تحت. رحبت الكراسية. ريته. هاكا ان شاء الله غدوة تخرج طوموبيل من الفابريكا ونرتاح. طوموبيلة. الحمد لله. اشرينا عاصي وارتحنا من طلبة البني هذا. يا بالبركة مبروك. شنو نقعدش نهار كل ولا نرن في الدوار على على الكراسية زاد. توا انت السيحة منين ركبت؟ كي من هوني يا مرأة قريب. صار قريب. اي. من تحت السور. اي قريب. الباب حط. اوه. اي. قعدت شوية في الكازينو مع بعض عيال. وهو يستنى. شو؟ اي. عاد كان صار جرى. وهو يستنى. اي. ومن بعد ركبنا في انا وسي خميس بن رضوان وصلتوا لدارو لهوني في بارك ومن بعد جابني لهوني اكهو يا غلبه عنده الحق المغبوب اشترى نهار والمسافه طويله يا بنتي بس اعوذ بالله اعوذ بالله من الجهل طويله هي ما تزيدش على كيلومتر مكعب يا شومي سي حليله والله جبده وح. جبده يزي من الجمود يزي من الجمود في باريس المترو المترو اي المترو ودور تحت القاعة البلاد كاملة باربع صورته لحاك اي 40,000 كيلو متر مكعب لحاك ما يحوش ما يحوش اي عندك الحق يلا ما قريتش الجغرافيا قريتها راك تعرف الحاجات اي كها وقعد انت كي المنيار اللي طلقته في الشارع جاهت ربيه في الدق اي ولكن بابا غيو اللي يسمع يقول ليه هو حشيك عاد سي حليلة فاش قام تياتوا علينا هالهدرة احنا شي همنا انا خفت مشوها قدام الدار برك بركه نعم سيد واش شبيك ما حبش يمشي الكراسي ما حبش يمشي وجيرانه كله تلمت قدام باب الدار راهم شي مديل واش قال لي واش قلت لك ساعه الليله ولا قليب وما حبش يخلص الكراسي اي حقك واحد الدار القبليه راه مخرجوا يطلع الدار القبليه الكل خال المراه الدار القبليه تشتهي كيف ساعد ريت ريت اسكت عليه هاك عاد لي خفت منه وين صبر ليك ها 20 فرنك زيد اعطيهم له فهمت يجعلهم مصداقة في نهار جمعة كانت هذه الحملة فرصة لرجوعي إلى النشاط المسرحي وبدأت الأمر بالنقد فحضرت المسرحيات التي كانت يقدمها الاتحاد المسرحي والكوكب التمثيلي وتناولتها بالنقد وكنت أندد على من يقدمون المسرحيات باللهجة الدارجة وخصوصا منهم الصديق الكبير وهذا لا يمنع من أنه كان صديقا لي الأستاذ البشير المتني رحمه الله و بدأت المعرفة هكذا وشيئا فشيئا أصبحنا من أشد الأصدقاء ولم أكن أعرف ذاك الأستاذ محمد الحبيب إلا معرفة سطحية عرفت محمد الحبيب وبعد أن كنت ناقدا له صرت صديقا واستمر الأمر بيننا بالنقد وبغير ذلك ولكنه كان يدعوني إلى بيته وهناك اطلعت على عجائب الدنيا خلال هذا الشخص الذي قلت لكم كان متواضعا صغيرا يسير كما نقول الحيط الحيط ولا يبدو عليه أي شيء ومع ذلك فإن العمل الذي قام به عمل لم يقم به الأشداء العظام في هذه جميع الميادين التي ذكرها من سبقني وخصوصا في ميدان التمثيل فهو المؤلف ومسرحياته كانت حقيقة في ذلك العصر مسرحيات بطولية فالوثق بالله الحفصي وطارق بن زياد هما المسرحيتان الكبيرتان التي ألفهما إلى جانب مقتبسة وإلى جانب ما ترجم
ونقل إلى العربية مثل ابن السبيل ومثل السفاح وغيرهما من المسرحيات، كل ذلك النشاط العظيم لم يمنحه من أن يكون الناصحة للفرق والمؤسسة لجنة الدفاع عن المسرح التونسي، والمؤسسة معي ومع عليها السيد الهادي العبيدي ومع سيد عثمان الكعاك الله يرحمه ومع الجماعة لمدرسة التمثيل العربي التي علم بها من سنة 48 إلى سنة 65 بدون انقطاع. خليفة اسطنبولي كاتب مسرحي بأتم معنى الكلمة، لأن الكاتب المسرحي هو اللي يعتمد على قلمه في معاشه. إذا كان وصل للإنسان اعتمد في حياته على ما يدر عليه قلمه واعتبر هذاك الدخل هو الدخل الأساسي في حياته، بطبيعة الحال يصير كاتب محترف. وخليفة من النوع هذا وصل في سنوات قليلة إلى هذه الدرجة. في ذكرى المعلم أصل الأستاذ محمد الحبيب رحمه الله، وقفنا اليوم في ذكراك نهدي، وقفنا اليوم في ذكراك نهدي لروحك فيض إحساس وودي، ولا نزجي لك الريحان رمزا لتمجيد ولا باقات وردي، ولكن من مشاعرنا قطفنا لك الإكليل من شكر وحمد. فوجعنا في الحبيب أبا وخلا سما بالعزم والرأي الأسد، جدير أنت بالتمجيد حقا لما قد كنت للأجيال تسدي. أما كنت المعلم والمربي وقلدك الوفاء أعز بردي، تجمع فيك صدق الود صرفا وإخلاص النطاسي المجدي، وكم من نبع همتك ارتشفنا سنا العرفان من ند لندي، تعاطينا فتغدق